هنا مثلا عايز اعمل حاجات فيها رسومات في جرافيتي، انا قلت كنت مجهز حاجات قبل كده، فجبت مثلا جرافيتي بينتنجز، فلقيت حاجات فيها كلام جرافيتي مش مناسبه للاطفال، تمام؟ فعادي جدا انت تجيب مثلا اخطر صوره، اخطر صوره تفتح لها برنامج البينت وتقعد تعمل فيها اي حاجه، والله تعمل فيها اي حاجه، وتاخد الجي بي جي اللي تطلع لك وتحطها، يعني حاجه بتدي واقعيه للمشروع بتاعك. ده مثلا الواد حطيته في حاجه، بس في تكنيك عايز اقوله لكم قبل ما، عشان هي مش واضح. لو خدت الطفل ده مثلا، انا معايا ال الليمتس بتاعتي في كناس يعني كبيبل، وانا عايز اديهم شيد او اديهم قصدي شادو، تمام؟ هعمل ايه؟ هاخد منه كوبي. انتوا عارفين ده؟ كله عارفه؟ ملوش؟ ثانية واحدة عشان عايز أقول حاجة تانية، تمام؟ فين؟ خدت منه كوبي، تمام؟ إديت ديستورشن، تمام؟ وحسب برضو اللقطة عندي الديل بتاعها فين؟ وليكن كده. وبعد كده انا ببقى محدد هنا كده، ببقى محدد فيه ستايل مثلا، بس انا الاستايلات عندي مش جاهزه عشان شفت يعني. اعمل له ستايل واثبته، شيل الجلو اوفرلاي، خليه مثلا جري عادي، اوكي، وخليه مالتي بلاي. مالتي بلاي عشان يبقى ثانيه واحده، لا الكالر اوفرلاي نفسه خليه مالتي بلاي. مالتي بلاي ده بيخليه يتأقلم مع اي محيط بقى هو فيه، عشان دل يعني اشبه بحقيقي. دايما لما اجي اعمل بيبول او لما اجي اعمل ناس في اللقطه، خليهم كلهم في جروب واحد. ليه؟ لان ساعات الناس الكتير او الزحمه الكتير في اخر اللقطه ممكن تسحمل الدنيا وتلغوش على المشروع. فانا بعمل ايه؟ بجمع كل الجروب ده، تمام؟ وادي له كله بلينك، يعني بدي له كله مثلا ان هو اخليه كلهم ابيض، واديهم كلهم بس مره واحده، في تكنيك كده، تمام؟ ده لو انا حسيت ان انا عايز اعمل كده، برده كل واحد حريته، الموضوع يعني متاح جدا. انا دي مثلا بنت عملتها، تمام؟ اللي حطيتها في اللقطه، واخدين بالكم في موشن بلور بسيط هنا، تمام؟ انا مش عارف ليه عملته، بس هي المفروض واقفه، المفروض مفيش موشن بلور، بس بيبقى يعني بيبقى في كده فوكس. ممكن تعملها بلور بس مش موشن، الموشن هنا مش مكان، لكن تعملها بلور. ويبقى البلور اللي هو اللينس ده باللينس بلور، مش بقى ايه بلور، تمام؟ الإضاءة بتاعتها ازاي مش بلور؟ تمام. هو ده ليه تفصيلية تانية مثلا، يعني أنا عندي الإضاءة جاية لي منين؟ جاية حاسك البرش، تمام؟ يعني أنت عارفة الإضاءة جاية فين، متخيلة الموضوع هيبقى ماشي ازاي، فأنا هزود عليها حاجات. يعني مثلا اعمل ايه؟ وليكن تظهر ناس كده، مثلا الاضاءه جايه من هنا وفي دل، على فكره هي متناسقه معاها، يعني لو الاضاءه جايه العكس مثلا، تمام؟ لو الاضاءه جايه العكس ببساطه شديده، راح اعمل كده، اعمل لها مثلا مثلا بجد، يعني هو الموضوع مش صعب. انا بتكلم على ان هي لو حاجه مثلا انت محتاجه ترميلها ظل، هي مرمله ظل. لو حاجه بقى محتاجين نرميلها ظل، تجيب برش برضه عادي ونقلل الورث شويه ونعملها عليها جديد. ممكن بعد كده انا ازود الظل مثلا،
اديني ميديان. الميديان ده بيتعمل دايما لما اجي اعمل حاجه على سكين، تمام؟ لما اجي اعمل حاجه على بشره بيعملوه دايما، الحاجات بيعملوه دايما في الاستوديوهات، تمام؟ لما بييجوا يعملوا حاجه بقى كده بيدوا فلتر ونويز ويخلوه ميديان، بقى كده بيزودوا اللي هم عايزينه. شايفين السحبه دي؟ يعني هي كانت كده، هي لو خلاص كانت كده فكان شكلها اوفر، كانت محطوطه خطوط. بعد ما ادي الجايد لاينز بتاعتي بزود الميديان شويه وليكن 12 مثلا، اوكي. من غيرها بيها إيه؟ يعني هي برضو الموضوع كله سنس، يعني الموضوع كله اصل انت عايز تعملي ظل في الاول وفي الاخر والحاجه واحده بس، تمام؟ الانسب ان انت تدوري على واحده من الاول مناسبه للقطه دي، ده مبدئيا، تمام؟ ما نفعش في تكنيك تاني اعمل لها ميرور، تمام؟ ما نفعش احط لها لايت. صوره مثلا المغرب، فدي مش عارف ايه، تمام؟ ما هو ده برده بتاعك، من حيث ان انت ممكن تظبطي برده البرايتنس والكونتراست والكالر بالانس مثلا. وليكن انا فهمت مثلا البنت مثلا جايه كده اساسا، تمام؟ صح؟ كلمي في كده. البنت جايه من لقطه كده مش طبيعي، روح جايب برده الايمج والكالر بالانس. اي حاجه عايزين نظبطوها في الكالر افتحوا الكالر بالانس على طول، تمام؟ هي اللقطه مثلا المفروض تدي على يلو، فروح انا مزود اليلو قلبت مثلا سين شويه، تمام؟ اوكي. فهمت الحته دي صح؟ تمام كده؟